مساءكم بغداد. في الليلة الظلماء يفتقد الأمل وتحضر اللالة أو يتلاشى مع تلاشي الكهرباء. هذا أنت يا ابن الرافدين، نهرك دجلة وتعيش في عطش دائم، وأرضك نفط وغاز وتعيش بلا كهرباء، نهارك حار وليلك قاتم. ونحن في الاستوديو حظنا مثل حظكم، علهم يعيدوا تيار الكهرباء لبضع دقائق إلا إذا كانوا يخافون الحقائق أو يقطعون الطريق على الرسالة. شباب، يا شباب، يا لؤي، لؤي معود، الكهرباء عندنا شغل. الحمد لله والشكر، سواها لؤي، يعني عدلنا الكهرباء. وهاي شنو؟ هاي أقصد لؤي صديقنا، صديقنا المصور. لكن هذا أمير البحار، صائد الأسماك المتوحشة، صاحب الوعود والوظائف والعقود. نقدم لك صديقنا لؤي، المواطن العراقي في 2020 بعد تصدير الكهرباء خارج العراق، منتعش مكيف ومتكيف ومصدر كل شيء حتى ملابسه. عمي لا معك لا كهرباء، تفضل شربه راو. هذا ماي مين؟ هذا ماي من الخزان، يصمت المطي، المطي سلطان. بس متحمل عم من الحار يا سيد لاي يا مولاي، خاف تجاوزت عليكم، انا حقي.